الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية ويدير حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد. الرئيس الأوكراني ينتقد تردد ألمانيا في تزويد بلاده بدبابات، وبرلين تشترط إرسال واشنطن دبابات قتالية لكييف. والأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف بإزالة العقبات لتنفيذ اتفاق الحبوب الأوكرانية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديميات والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية. كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة، حيث أشاد بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين، وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة. كما أدار الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد، تناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا، مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم. والتقى الرئيس السيسي عددا من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تقدر الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية وتدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها الجديد، تم استعراض الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني وموقف تنفيذ المدينة الفضائية التي تستهدف الدولة من خلالها لإيجاد كيان علمي متكامل يضم المبنى الرئيسي للوكالة وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تردد برلين في تزويد بلاده بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع. يأتي ذلك بعد أن قال مسؤولون ألمان كبار إن برلين لن تسمح لحلفائها بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا أو إرسال أنظمتها الخاصة ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أمريكية الصنع.
قال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون سيضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس للسماح بنقل دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وقالت العديد من الحكومات الأوروبية إنها مستعدة لإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا بما في ذلك بولندا وفنلندا والدنمارك إذا حصلت على موافقة من برلين. تتمتع دبابة ليوبارد 2 الألمانية والتي يضغط الغرب على ألمانيا لتسليمها لأوكرانيا بالعديد من المميزات القتالية الرئيسية. نتابع المزيد عن تلك المقاتلة الألمانية في العرض التالي. قال الأمين العام لحلف الناتو ينسن ستولتنبرغ إن دول الحلف ستتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة أثقل وأحدث خلال اجتماع مهم في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا. وأوضح ستولتنبرغ خلال فعاليات منتدى دافوس أن هناك مشاورات مستمرة لتزويد كييف بالدبابات، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي استعداد لإنهاء الصراع. يتنوع زخم الدعم العسكري الغربي المقدم لأوكرانيا ما بين تقديم أنظمة دفاع جوي وتعهدات بتقديم دبابات قتالية متطورة لدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية. نتابع المزيد في العرض التالي مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد دعمه بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، مشيرا إلى أن حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا حتى الآن بلغ 50 مليار يورو، كما أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لكييف لأطول فترة ممكنة. أما هولندا فأعلنت على لسان رئيس وزرائها مارك روتا عزمها المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز باتريوت. ألمانيا قالت أيضا إنها ستحذو حظو الولايات المتحدة في إرسال نظام بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا. وتعهد وزير دفاعها الجديد بتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بشكل نشط، مشيرا إلى أن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائري في أوكرانيا. بولندا من جانبها أعلنت نيتها إمداد قوات كييف ب14 دبابة ليوبارد حديثة، ولكن بشرط أن تقوم الدول الأخرى التي تمتلك هذه الدبابات بإرسالها إلى أوكرانيا حتى يتم تسليح لواءين على الأقل.
في تلك الأثناء أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت في تدريب نحو 100 عنصر من القوات الأوكرانية على استخدام منظومة باتريوت للصواريخ في قاعدة فورتستيل العسكرية بولاية أوكلاهوما. وقال المتحدث إن عدد العسكريين الأوكرانيين يمثل العدد المطلوب لتشغيل بطارية واحدة، موضحا أن التدريب سوف يركز أيضا على تعليم القوات الأوكرانية تشغيل وصيانة منظومة صواريخ باتريوت. بدورها أكدت بريطانيا قرارها بتزويد أوكرانيا بالدبابات لدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا، وقالت إن ذلك يعد واجبا أخلاقيا بالنسبة لها. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومته ستسلم خلال الأسابيع المقبلة 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا. في المقابل أكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح، فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضاً لأبرز الدول التي أعلنت مؤخراً المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. شكراً جزيلاً لكم على طيب المتابعة. تستعد الولايات المتحدة لإعلان حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل إلى نحو 2,600,000,000 دولار من الأسلحة. ومن المقرر أن تضع الولايات المتحدة لمساتها الأخيرة على حزمة المساعدات العسكرية الضخمة لأوكرانيا، بما في ذلك لأول مرة مركبات سترايكر القتالية، كما ستشمل المساعدات المزيد من مركبات برادلي القتالية المدرعة. تستضيف غدا الجمعة قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لدول حلف شمال الأطلسي ناتو لبحث تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. وتصنف قاعدة رامشتاين بأنها أكبر قاعدة أمريكية في أوروبا. المزيد عن تلك القاعدة في العرض التالي. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن لم ترى حتى الآن أي دليل على أن بيلاروسيا تعتزم أو تخطط أو تجري تحضيرات لدخول الأراضي الأوكرانية لمساعدة القوات الروسية هناك.
انتقدت الأمم المتحدة أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف على العمل على تذليل العقبات من أجل تقليص تراكم السفن وتحسين الكفاءة التنفيذية. يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشيل عون، ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب. قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه فتح قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس، وقال الجهاز إنه يعتقد أن المشتبه به كان يجمع معلومات استخباراتية بيولوجية، دون أن يذكر الجهاز ما إذا كان قد اعتقل المشتبه به أم لا. أجرى اليوخا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ممثل الصين في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة محادثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وخلال المباحثات اتفق الجانبان على أن التعافي الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة حرجة، وأنه من مصلحة البلدين وكذلك العالم بأسره أن تعزز الصين والولايات المتحدة التواصل والتنسيق بشأن السياسات الكلية والتصدي المشترك للتحديات في المجالين الاقتصادي والمالي. نجت الحكومة التشيكية من محاولة أطلقتها المعارضة للإطاحة بها من خلال تصويت لحجب الثقة، وصوت البرلمان بأغلبية 102 من الأصوات لرفض المقترح مقابل 81 صوتا بعد مداولات استمرت لأكثر من 25 ساعة على مدار يومين. ويمتلك ائتلاف يمين الوسط المكون من 5 أحزاب 108 مقاعد في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، ولم تشهد صفوفه أي تصدعات توحي بأنه عرضة للانهيار. أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا أن 15 جنديا لقوا حتفهم في اندلاع حريق اندلع في ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة، وأضافت الوزارة أن 3 جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة. وفي أغسطس الماضي قتل نحو 10 أشخاص جراء انفجار وحريق في سوق تلقى إقبالا كثيفا في العاصمة الأرمينية يريفان. اقتصاديا، أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل. وبحسب البنك المركزي الروسي فإن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات من بينها الجنيه المصري، وبذلك رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.
أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندر أن برلين توقفت على الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا، وأضاف أن البلاد وجدت مصادر بديلة للطاقة حيث أعيد فتح نقاط الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما تم تأجيل خطط إغلاق المحطات الثلاث المتبقية للطاقة النووية، وسيتم بناء المحطة الجديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في 8 أشهر فقط. سجلت اليابان أكبر عجز تجاري سنوي بلغ 155 مليار و270 مليون دولار خلال عام 2022. وأظهرت بيانات أولية لوزارة المالية اليابانية أن ذلك جاء بعد أن زادت الواردات بنحو 39% بأعلى كثيرا من الصادرات التي سجلت زيادة بنحو 18% فقط نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام إلى جانب ضعف الين. تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم متخلية عن مكاسبها المسجلة في الجلستين السابقتين ومقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت التي انخفضت أمس. وانخفض المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو عند الإغلاق بنسبة 1.4%، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا توبكس بقيمة 1% بعد أن سجلت اليابان عجزا تجاريا سنويا هو الأسوأ على الإطلاق في 2022. وبالعودة إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية. كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة، حيث أشاد بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين، وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة. كما أدار رئيس السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد، تناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا، مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم. والتقى الرئيس بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.
والآن مع أخبارنا الرياضية، ونستهلها ببطولة كأس العالم لكرة اليد. يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره البلجيكي اليوم في مستهل مشوار الفراعنة في الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم في السويد وبولندا، وتأهل المنتخب بتصدره المجموعة السابعة بفوزه على كرواتيا ثم المغرب ثم أمريكا في منافسات دور المجموعات. يصنف منتخب مصر لكرة اليد في السنوات الأخيرة كأحد أفضل فرق اللعبة في أفريقيا والعالم بعد المستويات الرائعة التي قدمها في العديد من البطولات. نتابع في العرض التالي أبرز إنجازات منتخب كرة اليد. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية ويدير حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد. الرئيس الأوكراني ينتقد تردد ألمانيا في تزويد بلاده بالدبابات، وبرلين تشترط إرسال واشنطن دبابات قتالية لكييف. والأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف بإزالة العقبات لتنفيذ اتفاق الحبوب الأوكراني. وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.